حبايب ماما سيما، اليوم قررت اخذكم مكان كتير حلو، بس هذا اول شيء نمر على البيت نشوف وين فرح وليث ناخذهم ولا لا. ورح تيجي معنا يمكن صاحبتي، بس انا تاخرت عليها نص ساعه. شفت السياره ما انظفها، هلا نشوف اذا رح تضل هيك نظيفه. وبمناسبه السياره نظيفه قررت كمان بس اشفر شعري وانظفها. يلا ناخذ فرح. ليت نايم فرح. هاي زوني. هاي فرح. هاي صاحبتي الملونة. ماما فرح وصلنا خلاص. هينا وصلنا، عشان هيك قمت السيت بيلت. حط سيت بيلت، حط سيت بيلت وانا بحكي معكم. هلا وصلنا على اسبوع عمان للتصميم، ورح ننزل نوريكم اياه ونشوف شو رايكم فيه. بس قبل ما نبلش، اذا جرى القناه اهلا وسهلا فيكم. انا سيما، وهي فروحه، وهي صاحبتي زين الملونه. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك الفيديو اذا عجبكم، واحكوا لي اذا بدكم كمان فلوجات. وبدي اسالكم سؤال، في ناس كثير تستغرب اني انا بسوق بيك اب، ايش رايكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات تحت، بتسوقي بيك اب ولا لا؟ يلا نبلش الجوله. بلش فرح، لازم تروح الحمام دائما. تروح الحمام؟ يلا حكالنا شمال يمين شمال يمين. هذولا الرسام شامل خلوي هو الرسم هون، برسمهم لايلو. حلوين زين صح؟ هذول البوكسات نفس اللي جبتهم عندي بالبيت، فأنا جبتهم كمان أستعملهم هيك إعادة تدوير بالبيت. فوفو إيش كان بدك؟ فرح أخذت هاي عن الأرض لأنه كانت تعملها إعادة تدوير، لأنه في حد تركها على الأرض. بس أنا كنت مجمعت لها هدول صح فوفو؟ مي وصابون وصوف وبيحافظ على شكله هيك يعني رعش ترى. وهاي كيف تعمليها؟ معمول صابون هي انا هبدا هاي مع بعض، بعدين بعمل هاي التقالة للبرادي اللي هي هاي. هاد من فوق. هاي اعادة تدوير من المصانع. اللي فرح اخذتها هاي فوفو. هذول من وين؟ قريه بيوضه. بيوضه بيعملوهم هم، وبيعملوا كمان اشياء ثانيه صح؟ بيعمل اشياء موسم مثل الرمان، زي الرمان، زي الرمان، عصير الرمان، او في عسل. هذا صافي كرافت، بيعملوا على تلوين المواد من الاشياء، اشياء طبيعيه. في اللون الازرق. وين بتبيعوها؟ في عنا بالوادي ارت شيل فوفن وشاي، في بشارع الرينبو محل اسمه اللوكا. اوكي. هي هاي عملناها احنا بالبيت. جرايد. بيعملوا هذا الشيء كله يدوي. الامهات يعني ناس من بيت بيشتغلوا؟ الامهات من جبل مغلي. من جبل مغلي. بيشتغلوا فيه هين. بحط عليه مواد مشان ما يوصف او ما يصير فوت سير او يتحمل درجه الحراره. من فرض حقه 15 زي هيك. اوكي. هذا الشاي حقه 20. هاي لحالها 3. يوريكا. راح احط لكم رابط. هذول روبوتكس بعلم كثير اشياء. عند بيجنر ليفل 16. حامد ليفل 4. زين بتعلم بيانو، فعشان هيك اذا اي حدا بدبي بده مدرس بيانو زين. فرح علمتها انها تخلي معها
المحرمة وأي إشي زبالة لحديد ما تلاقي مكان تكبه فيه، وإذا ما لقت بتضلها معها للبيت لا تكبه، عشان إيش؟ نحافظ على النظافة. ودائما تسألني ليش في محارم بالأرض؟ ليه بتكبه على الأرض؟ هدول نفس الطاولات اللي عندي، اذا حدا بتابعها على انستغرام بشوف انه جبتهم طاولات للبيت، صراحه كثير حلوين. هذا فهرس لدعم اللغة العربية، شهادة اللغة العربية حالة مستمرة من الضعف 100%. بتحطوا هون مصاري وبطلع لكم الحرف اللي انتم بدكم اياه، بتشوفوا كل الخطاطين واسمائهم ياسمين. هذا هيت سنسر، كابشر زوم موفمنتس، بحول على شكل بيكسل بنطلق على الكاميرا. هاي عبارة عن 8 دواوير بعمان، كأنه كل دوار معمول ومحطوط بشاندلير. هاي بتكون هون صورة، لما نلف من الجهة الثانية بتصير صورة ثانية من زاوية. البيت قلبك مليان في الفاضي، برافو زين. بتقدروا تطولوهم وتصغروهم قبل ما بدكم، وكمان هدول الطاولات. شوفوا الروحة. هاي شوفوا مين شفنا. سي هاي، تذكروهم احكوا لي اي فيديو صوروه معنا. ما تحكوا لهم. هذا اشي اسمه كتلة، صاحبتي رولا. هاي بنقدر نعمل ايش بدنا بالكرسي صح؟ مش عمو يقولنا كتلة هو مشروع بهدف يعمل مادة جديدة من بقايا الحجر والرخام والجرانيت. جمعوا مع بعض عملوا كتلة واحدة، بعدين انحفر شكل هذا الكرسي فيها، وهو اول برودكشن. بس برضو في زي لاين لايت فيكتشرز كمان، انا راح احط لهم الرابط تحت عشان تشوفوهم، كثير حلوين. بقدروا يشتروهم؟ بقدروا تو اوردر ذم على في ليميتد اديشن يعني من هاي البيسز. اذا بدكم اي شيء ابعثوا لهم على انستغرام اكاونت، بس لازم تشوفوا الفيديو كيف انعمل، يعني واو رولا فظيعه الصراحه. ثانك يو. هاي سيما، اسمعي احكي لي كيف كانت تجربتك مع عمان ديزاين؟ تجربة كتير منيحة، بلاتفورم كتير منيح، اكسبوجر حلوة، واجا ناس من كل محل بالأردن. انتي قلتيلي امبارح لحاله 15 يوم. اليوم آخر يوم، اليوم آخر يوم، بس إن شاء الله يصير كمان السنة الجاي. هاي المرة الثانية بنعمل، والسنة الجاي بعملكم إياها قبل الفلوج. لازم تعمل كفرج كاملة. كم المصمم فيه؟ في حوالي 100 مصمم عارضين هون بالهنجر، بس في كمان منطقة الحرف فيها شغل حرفيين، ومنطقة السيل كمان. ايش الثيم تبعه؟ موفمنت، الحركة، التصميم يحرك الحياة. حسيت كثير ناس عاملين اشياء من الاردن، يعني مثلا بحر الميت برا صح؟ في افكار كثير، يعني كنا نحكي انه في كثير، لكل قطعة في قصة، افكار عن مثلا مشكلة البحر الميت، عن الجفاف في الأردن. في فكرة من كل شيء. بالضبط، وقصة ورا كل شيء كمان. كتلة الفكرة تبعتها الويست، فنرجع ل هي الفكرة إنه كتلة تدوير تحرك الويست، بتقيم الويست، بتقيم المخلفات تبعت صناعة الحجر وال. أشرح لكم شغلة، رولا جوزها عنده مصنع رخام وهي أركيتكت، ف دمجنا مع بعض. فخلفوا كتلة هذا. Thank you, Alexima.
هاي الطاولة المائية اسمها. هذا حلو سلامة على شيب وادي رم اسمه فلو ديسك. هذا الديسك عبارة عن نعمل الألواح كلها. هاي هنا بنحط كل الكيبلز الدروج. العقبال ما تكوني مهندسة يا ماما مهندسة. خبز الطاول. خبز الطاول. كيف بالله؟ فروحة زاكي. صحة وعافية. زيتون عجلون يعني. شو بدك تبيه؟ هاي زيت عجلون. فرح تأكل زعتر زيت وأنا وزين. مستحي من حالي. بس هذا شكله زاكي. صراحة زعت زيت شكرا مشاهي مشاهي مشاهي. كان أقرب إشي للبيتزا بيتها بيتزا فهذا أقرب إشي. لا هاي رسام شامخ إن هاوس. هذا شاي إيش؟ شاي كرك. يا سلام إيش فيه شاي الكرك؟ شاي كرك عبارة عن شاي التوابل، شاي التوابل الهندي اللي بيجي مع الزعفران والقرنبل والهيل والحليب. هيك خلصنا الجولة، إن شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، بس عليكم تضغطوا على هاي الدائرة واحكوا لي إذا بدكم كمان بلوجات ناخذكم على أماكن تشوفوا عمان فيها. وبس باي.